الفنان المغربي ناصر المقري ومعاه عزف الجيتار والموزع أسامة حزوليت. مرحبا بكم، تجيو بحذانا في تيونيفيزيون لايف. أهلا وسهلا ناصر، مرحبا بك، تفضل بحذانا. كيف كيف تركح الجيتار على روحك، كيف كيف أسامة تجي بحذانا. مرحبا بك يا ناصر. السلام عليكم. عليك السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا الأخت. ارتاح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أسامة، مرحبا بك، شنو أحوالك، لاباس؟ تفضل. السلام عليكم. مرحبا بكم. اليوم جايين بحذانا باش تقدموا الجديد نتاعكم، سبب الزياره نتاعك فنان ناصر المقري لتونس. فتونس فهي دوله عزيزه على المغاربه كاملين، وكنسلموا على كاع توانسه من هنا. فاحنا جينا بواحد الروح ديال الاخوه، واحد المحبه كبيره بالنسبه لهذه البلاد الجميله اللي اول مره انا كنجو لا فيزيت، اول مره كنجي لهذه البلاد. فانا جيت سعيد، جينا بوغ اون تورني بروموسيونيل ان شاء الله دو 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 مون نوفو سينجل ما انتش وحدك على البال اللي كنا نسمعوا فيه. وي دونك لو كان تحكي لنا شويه عليه السينجل هذا. هذا سينجل فهو عنده قصه خاصه. ف في لو جور دو مون انيفيرسير لو 25 فيفريي كنت مع مون بير حسن مقري، الموسيقار حسن مقري اللي كنسلموا عليه كاملين. ف كنت جالس معاه في الدار كندندنوا بالجيتارة، شون تخان دو بارلي ماروكا مفهوم ماروكا كندندنوا بلا جيتار. فوالا كون تومب سور سيت شونسون ما نتاش حداك على البال كي دو سي كومبوزيسيون اي دو سي بارول. فغير اون فوا ساليت الاغنية بديت كنغني هذا، قال لي هذه هدية ديالك كنهديها لك لولدي، وربي وفقني وسجلتها وراني في تونس. سو تري كونتون ديتر افيك فو لا بوغ لا بروموسيون دو سيت شونسون. اكسلون. دونك اليوم بديت التورني بروموسيونيل تاعك، عندك لقاء معنا في التلفزيون لايف، مش تكون عندك لقاءات اخرى في كلك راديو ان شاء الله، تعمل جوله. اسامه كيفاش الايامات الاولى في تونس؟ يا المره الاولى اللي في تونس بصراحه انا بشتغل مع ناصر مقري لمده 8 سنوات، يعني في الالبوم الاول والثاني واللي تخوا سينجل لي ديغني تخوا سينجل.
دونك سيتي اون اوكازيون سبيسيال بالنسبه ليا صراحه. هذه الغنيه ما انتش وحدك على البال، لان لحن ديال الاستاذ الموسيقى حسن مقري، فهي كانت مناسبه جميله بالنسبه لي، وكان لي شرف انني نخدم في التوزيع ديالها. اليوم عائلة مقري معروفة عائلة فنية، عندكم عدد كبير من الفنانين تبارك الله، والوالد من بينهم. كيفاش تشربوا في الحليب الفن، ولا كيفاش تصير العملية؟ الصراحة أنا كبرت في مناخ فني، كبرت في مناخ ثقافي، يعني كبرت في لسان، كبرت في التلفزيون، يعني بس كان الوالد ديالي كيكون جالس هنايا كيهضرت مع التلفزيون، كنت كنكون في الكوليس هذا. دونك قريت الموسيقى اوسي، مون بيغي ما ايدي قربني لا ميوزيك، يعني ما حس بالموهبه بيا وخلى هاد الموهبه تكمل، يعني تخرج للوجود. فهاد يعني المناخ الفني ساعدني بزاف باش نبرز ونكون شخصيتي الفنيه. اليوم انت جيت لتونس بالعمل الجديد نتاعك، لكن ايضا جبت هديه للشعب التونسي باش نكتشفوها بعد ما تحكي لنا اليوم مريم شنو جبت لنا.
جو كبير في الاستوديو. هاني دوك فهمتوا الاغنيه. حبوك حبوك سي بون جو فوز ادور. علاش الاختيار على يا خليله؟ والصراحه يا خليله حمقتني هذه الاغنيه، عجبتني بزاف. سمعتها في الفيرسيون التونسيه ولا في الفيرسيون الخليجيه؟ صحيح هي صح. اليوم هذه الفيرسيون نتاع الفيرسيون نتاع الفيرسيون. شنو اللي سمعتها؟ الفيرسيون نتاع حسين الجسمي؟ هي الصراحه اول مره سمعتها عند الاستاذ العظيم حسين الجسمي. وانا قلبت عليها، يعني بحثت، شفت بانه هذه اغنيه تونسيه، ولقيتها غنتها اول وحده الاستاذه صالحه. عندها تاريخ كبير هذه الاغنيه هذه، وعندها واحد الجو ميديتيرانيان في الاغنيه، فيها واحد النفحه، واحد النغمه اللي طربتني بزاف وعجبتني وخلتني نجي لتونس بهذه الاغنيه هذه. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، فهذه الاغنيه يعني سجلناها يلا هذه 3 أيام 4 أيام قبل ما نجي لتونس. اي دونك نشوف لا توش ماروكين في في التوزيع وفي الارانجمون. دونك هذا اون فيت هو الكادو، كلمات تونسيه وجو تونسي اما بارانجمون ماروكي تقريبا. الجو نتاع صالحه اللغه نتاعنا مفهومه في المغرب ولا قبل؟ احنا قلبنا وبحثنا وفهمناها. في الاول ما فهمناش بعض الكلمات، ولكن من بعد بحثنا، سولت صحفيين كبار في المغرب، يعني مشيت عند دي سورس اكريديتي باش ما يكونش غلط في الشعر، قلبوا لي على الشعر الاصلي ديالها بس هكا نعطيو القيمه للاغنيه، واعطينا كاع اللي في جهدنا باش نفرحوا هذا الجمهور الكريم وتوانسه كاملين. مرحبا بك. دونك ابار سيت شونسون تونيزيان تحفظ شي اغنيه تونسيه اخرى؟ ما سمعتش. ابار سيت شونسون تونيزيان هذه الاغنيه التونسيه هذه تحفظ شي اغنيه اخرى؟ الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونشيك نزور يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. يعني شوف غريب جدا انه الاغاني نتاع تونس باش توصل للمغرب يلزمها تمشي للشرق وترجع للمغرب. معناتها زوز اغاني اقرب على الاخر، يعني معناتها زوز اغاني اللي يعرفوهم في المغرب هما اغاني تعاملوا في جو مشرقي ووصلوا لهم يا عن طريق صابر يا عن طريق حسين الجسمي. سي ان بو بيزار كمان. شنقول لك، الاغاني مديورين باش يسافروا، الفن كيكسر الحدود، وحنا يعني اي فن يعني جميل وعالمي ونغمه عريقه فكنحبوها. لا خاطر احنا نحفظوا مغربي برشا، اكثر برشا من المغاربه اللي يحفظوا تونس. ما عرفتيش بابا بحري بابا بحري بابا بحري سيدي الله سبحانه. اليوم الموجة الجديدة نتاع الفنانين المغاربة اللي قاعدين طالعين في العالم العربي وفي العالم، كيفاش عايشين انتم لي جون تالون ماروكان، كيفاش عايشين؟ فالصراحة إلا جيت نهضر على الشباب اللي كاملين ولاو كيسافروا بالأغنية المغربية للعالم العربي، فيعني هاد ليكسبلوا فكانوا داروه في الاول، يعني في السبعينات بدات اغاني اللي تسافر للعالم العربي وللعالم، فبداوها الاخوان ميغري، بداوها ناس الغيوان، بداوها عبد الاستاذ الموسيقار عبد الوهاب التكالي، فيعني هاد الموجه الجديده يعني هي اللي سي لو فلومبو دو تو سو ترافاي كي ايتي في باغ سي غران دينوزور دو لا ميوزيك. دينوزور عباقرة الموسيقى تبارك الله. اي بور لي ميوزيسيان انا ارانجور، كيفاش اليوم نشوف برشا موسيقى مغربيه ميلونجي افيك دي ريتم تاعنا هكا ناسيونو، برشا خدمه عليهم، كيفاش تشوفوا فيها الارانجمون جديد اللي قاعدين تخدموا عليه؟ بصراحه يعني مؤخرا في المغرب كنلاحظوا ولاو موزعين كثار، ويعني يسون يعني عندهم ما يقولوا، يعني عندهم اعمال جميله، وكنشوفوا يعني اعمال اللي وصلت للعالم العربي وتوزيعات افكار جديده، يعني كتشوف ماشي غير الموسيقى المغربيه اللي كاينه في ذاك التوزيع، كتشوف يعني موسيقات من موسيقى اوروبيه، موسيقى عربيه، موسيقى امريكيه كتلقاها موجوده في ذاك التوزيع. دونك كنشوف يعني مستقبل كبير في التوزيع يعني في المغرب.
جو باهي معناها فما مستقبل الاغنيه المغربيه. يا المستقبل الاغنيه المغربيه اون جينيرال. تقصد مغاربيه معناها؟ مغربين معناها. شو نشوف انه المغربيه اليوم سابقه شويه حتى التونسيه معناها. لا ما نقولوش نو نو ما نقولوش خاطر احنا مومون اللي زال جيريان عندهم الراي يتلعب الباهي وعمل ولا انترناسيونال. بون في تونس ما نجحناش باش نخرجوا مزود. ما خرجش مزود ما سماش ثما صابر عمل برشا حاجات باهي مش كيما الاغاني اللي نحكيو عليهم توا اليوم مثلا البورت درابو نتاع نوفيل جينيراسيون سعد المجرد قاعد يعمل في حاجات حلوين برشا. عندكم برشا دي جون طالعين يعملوا في حاجات حلوه برشا ومعروفين برشا في الشرق بصفه كبيره. ما سي انتريسون اليوم كيف نقول لك استنى استنى تذكر استنى استنى ليلي طويل ما عنده نهاية. تعرف الأغنية هذيا؟ لا. فرصة. حافظينها جماعة. شنو هي الأغنية هذي؟ واش دي سيب؟ باهي 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 فهمنا الحكاية حافظينها حافظينها. هذي سي لافيكسيون دو ستار أكاديمي. فوالا إكزاكتلي. آه وي سي جينيال. الأغنية هذي أون فيت هي الأغنية نتاع الوالد نتاع نصر. وأغنية من الأغاني المعروفة في جميع الوطن العربي معروفة عندها برشا معناتها لكن جات في ستار أكاديمية وعاودت تشهرت من أول جديد بتوزيع آخر وبجو آخر خاطر وحده كان سير سيرسان. دونك اليوم احنا مش ناخذوا الفرصة أنكم موجودين معنا ومش نختموا بها لو تسمحوا اللقاء. سي أن كرون بليزير. هذه الأغنية جيتي بيرسي باغ سيت شونسون كبرت بها وصراحة لا سامبليسيتي فيها هي لو سوكسي ديالها الصراحه لا سامبليسيتي. يبا احنا نحبوها برشا الاغنيه هذيا فرحانين برشا انكم بحذانا اليوم هكا باش نواصلوا حكايه ال مجري في تونس. برشا حب بارك الله فيكم اللي جيتوا بحذانا. احنا احنا افيك غون بليزير وبغينا نعاودوا نجيو لا تونيزي اون ادوري سو بي سو بي الحمد لله. الوغ تفضلوا انتم الميكرو. عنده نهاية والشمع قليل ولوني سمعايا ودمعي يسيل من شوقي وهوايا وقلبي عليل في النجبار دوايا وانا مع المكتب نقصي العداء احبابي غياب وانا مع المكتب نقصي العداء الليل طويل شمع يقليل ولوني سمعايا ودمعي يسيل من شوقي وهوايا وقلبي عليل في النجبار دوايا غياب وانا مع المكتب نقصي الاعداء احبابي غياب وانا مع المكتب نقصي الاعداء ولوني
دمع يسيل من شوقي وهوايا وقلبي عليل في النجبار دوايا لا 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 Oh, yeah.